تحاول الطفلة أمل المصابة بثقب في القلب الصعود إلى هذا المستشفى الحكومي، لكن هذه العقبة تعبر عن عقبات كثيرة تحول دون حصول المريض على حقه في الرعاية الصحية. عندها تشوه خلقي في القلب وعندها تضيق في البطن الأيمن، فأسعفتها إلى أطباء بلا حدود وإلى مستشفى اللحظة الذي في الشيخ، وفعلت لها كشوفات وكشوفات طبية وجهزة، فقرروا لها أن تذهب إلى ألمانيا. مستشفى باصهيب العسكري واحد من أعرق المستشفيات في المنطقة، يطل من فوق ربوة على مدينة التواهي، ويشهد كغيره من المرافق الحيوية على ما أحدثته الحرب وما آل إليه العجز الإداري والاقتصادي، كإغلاق هذا المبنى الأكبر من مبانيه التي كانت تستوعب أكثر من 300 سرير. حاليا ما فيش حيلة حد الآن، لا حد ما وصلش للخمسين حتى، فكثير حاجات نواقص موجودة، فمعدات ناقصة، أتتنا بعض المعدات فهدية فقط، لسه طلب معنا رسمي ومحدد إيش المطلوب. هذا الازدحام طارئ على المستشفى، إذ توافد الكثير من المرضى بعد افتتاح المخيم الجراحي الذي سيجري 60 عملية كمرحلة أولى، وبعد وصول إغاثة جزئية تتمثل بالمعدات الطبية التي ستشغل بعض الأقسام. واستبدل العملية إن شاء الله يوم السبت، باقي يومين معنا أو اليوم وبكرة من شان يعني المعاينة وتحضير للعمليات، من يوم السبت نبدأ عمليات. يفتقد المستشفى كوادره الطبية التي لجأت للعمل في القطاع الخاص بعد توقف رواتبهم، لكنه بدرجة رئيسية يفتقر لقرار سياسي يعيده وبقية المستشفيات العسكرية إلى دورها الرائد بعد تعطيل من منهج طالها كما طال كل المؤسسات العسكرية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.